ولنقاش هذا الموضوع بعد صدور حكم الإعدام بحقيقة لشهيدين الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي من محكمة جنايات البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة الناشط السياسي سامر السعدي. أهلا بكم سيدي. مساء الخير. مساء النور. صدور حكم الإعدام بحق أحد عناصر ما يعرف بفرقة الموت في البصرة بعد ضغط شعبي، في أي سياق يمكن تصنيفه؟ نعم، يعني حقيقة هذا يجب أن يصنف بالجرائم، وأن تكون هذه فرق الموت تتعامل، يتم التعامل معها حالها حال داعش الإجرامي، وتكون هذه ضمن المحطات الإجرامية اللي تبيد الشعب العراقي من الإعلاميين والصحفيين والناشطين وكل طبقات الشعب العراقي. فلذلك حقيقة هذا الموضوع يجب أن يفعل، ويجب أن يفعل دور المدعي العام لتحريك الشكاوى الجزائية الخاصة بالمدنيين وكل هذه الأمور. هذه فقرة حقيقة غائبة عن الوعي، مفقودة في مكاتب القضاء الأهم. ومن خلالكم أنا تواصلت الآن مع عائلة الشهيدين أحمد عبد الصمد وصفاء غالب حقيقة. نعم. طبعا كان عندهم طلبات منها، بعد أنه حمزة كاظم اعترف بالفتوى اللي هي أصدرت من خامنائي. طبعا هذه الفتوى هي كانت أحمد عبد الصمد الله يرحمه اعترض على شارع اللجنة الأولمبية في بصرة، شارع اللجنة اسمه، وتم تغييره إلى شارع الخميني، فلذلك اعترض الله يرحمه، ومن ثم تم ملاحقته على هذا الاعتراض، واعترف حمزة كاظم أنه أخذ الأمر من أحمد طويته، أنه هذا الأمر بما أنه أحمد عبد الصمد الله يرحمه وصفاء غالب، فلذلك هذه فتوى موجودة. طبعا هذه التحقيقات اللي تشهد بها، مو أنا أقول. فلذلك أهل أحمد عبد الصمد وصفاء غالب يطالبون بأن تكون المحكمة علنية ولا يتم التستر عليها، لأن اللي يدعمون حمزة كاظم وأبو فاطمة وهادي وهيب وعباس هاشم وحيدر فاضل وأحمد طويسة هم متنفذين، وبعض النواب من البصرة التابعين إلى كتائب حزب الله يدعمون هؤلاء الأسماء اللي هي ضمن فرق الموت. فلذلك يطالبون أهالي الشهيدين الله يرحمهم بأن تكون المحكمة علنية، وأن يتم الإسراع بالتنفيذ. احتمال يعني هم يتخوفون على أنه هذا التنفيذ يصعد محكمة تمييز، ويتم التدخل من قبل هذه الأطراف اللي يعني أشرت إليها من المسؤولين وغيرها. نعم. لأن المتنفذين في البصرة احتمال أنه يهربون أو يسوفون. نعم. فلذلك أنا يعني أتمنى أن يكون القضاء عادل والقصاص والإسراء. أستاذ سامر، باعتباركم أشرتم لتفاصيل المحاكمة والإعلان عن هذا الحكم، أحد الناشطين قال أن المتهم الصادر بحقه حكم الإعدام سجد لله شكرا بعد صدور الحكم، كيف يفسر موقف قتلة المتظاهرين والناشطين والمعارضين للنظام السياسي في العراق بأن ما يمارسونه من قتل للأبرياء شرعي ومباح بحسب رأيهم؟ نعم يعني حقيقة هذا الاستهزاء بالأرواح، وهذا المواضيع اللي دائما ما يربطوها بالشرع والمذهب، هذا صراحة خالي عن كل المفاهيم الإسلامية. ومثل ما أنا أشرت، يجب التعامل مع هكذا نماذج فرق الموت كالتعامل مع داعش وتجريمهم وتجريم كل من ينتمي إليهم، والفقرة الأهم تجريم ومحاسبة ومعاقبة من يعطي الأوامر. الموجودين الآن هم أدوات رخيصة، لكن السلسلة والمطالبات من ذوي الشهداء أن يتم القاء القبض على من أعطى الأوامر هذه، منهم نواب، مسؤولين أحزاب. طبعا التحقيقات اللي تجري الآن، أهالي المخدورين الشهداء الله يرحمهم ما يقدرون يستطيعون أن التفاصيل هذه الأمور أخرى بالتحقيقات وغيرها. فلذلك نطالب أن يتم معالجة هذا الأمور وتجريم كل من يعتبر فتوى شرعية بقتل الإنسان العراقي، بقتل كل الأرواح البشرية، أن يتم معاملته كمعاملة الإجرام
للإبادة الجماعية. نعم. كيف يفسر تأخر المحاكم المحلية في العراق حتى اليوم لإصدار أوامر الاعتقال والتحقيق ومحاكمة المتورطين بقتل ناشطي ومتظاهري تشرين، رغم تقديم ذوي الضحايا الأدلة الكافية للقضاء بشأن هوية قتلة أبنائهم ومصدري أوامر القتل هذه؟ نعم، يعني حقيقة مثل ما أنا أشرت أنه مكتب الأهم، المكتب الوسطي اللي هو المدعي العام، هذا مفقود أولا. ثانيا، المكاتب الاستخباراتية والمكاتب التحقيق هذه كلها ماسكتها الأحزاب، فلذلك يتم التستر على كل الأمور اللي تظهر بالتحقيق، لأن باعتبار أنه هذه المكاتب الاستخباراتية أغلبها حزبية، ومن ثم يعني تسيطر على حتى ممكن أن تهدد بعض القضاة الشرفاء والنزيهين على انه اجبارهم على السكوت على تلك الامور التحقيقيه، ولا يتم اظهار بعض الاسماء المرتبطين باشخاص ونواب واحزاب متنفذه. فلذلك ومن خلال قناتكم، اسمحي لي يا سيدتي العزيزه، نحن منسخة عراقيين للتغيير اطلقنا برنامج ان شاء الله بعد يومين يتم اطلاقه، اسمه شهداء تشرين. هذا الجواب على الفصل الثاني من سؤال حضرتك. هذا شهداء تشرين راح يتم استعراض كل شهداء تشرين، ماهيتهم، أمورهم، المطالبة بكشفة قتلة المتظاهرين والصحفيين والناشطين والملاحقة لكل من تورط بهذا الأمر، إن كان مخبر سري تابع الأحزاب أو إن كان هو ضمن جهات أمنية متستر عليها من قبل رئاسة الحكومة السابقة والأجهزة اللي موجودة كانت مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. فلذلك هذا البرنامج إن شاء الله راح يتم بكشف كل هذه الأمور واستعراضا للشهداء الله يرحمهم اللي سقطوا من 11 إلى آخر يوم. شكرا جزيلا لكم الناشط السياسي سامر السعدي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة.